إذا أنت مجرم الله يجازيكم بخير للمرة الألف. راه سيدي حي سيدي عبد الكريم، راه الجهد اللي خد منا ما خدوش شي حي آخر في مدينة الدار. هادشي راه كيسيء الساكنة في حي سيدي عبد الكريم، هادشي اللي كيوقع هنا كيسيء الساكنة وكيسيء علينا كاملين. شوف الساكنة العزيزة ديال حي سيدي عبد الكريم، الله يخليكم، كنطلبوا منكم التجاوب، كنطلبوا منكم التجاوب مع السلطات، جميع السلطات في هاد الظرف الصعب اللي كدوز منو البلاد ديالنا. الله يجازيكم بخير، كيكونوا دوريات في المساء ودوريات في النهار اللي كتحاول انها تلزم الناس اللي ما عندهم غير الزنقه باش انهم يدخلوا المنازل ديالهم، ولكن للاسف في الوقت اللي بغينا ان الناس يعطيو واحد المثال كنوليو كنتجاراو مع الدراري الصغار سناقي ديال حي سيدي عبد الكريم. الله يجازيكم بخير، اللي عندو شي ولد يشطو في دارو، راه هادشي راه ماشي معقول، راه ماشي تطلق الولد في الزنقة يعني انك انت راك محمي، راه هذاك الولد راه يقدر يجبد العدوى وينقلها لكم في الدار. الله يجازيكم بخير. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو مع اصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديروا جيم.